المعارك تتجدد في مديرية الملاجم فبعد هدوء متقطع خاض الجيش الوطني معارك وصفت بأنها عنيفة للتحكم بالمواقع الاستراتيجية التي بات معظمها تحت سيطرة الجيش. المعارك بحسب مصدر عسكري اندلعت اثر محاولة الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في مفرق اعشار وجبل القرحة في جبهة ناطع الملاجم وتمكن خلالها الجيش من دحر الميليشيا وتكبيدها خسائر في الارواح والعتاد. الاحصائيات التي افاد بها المصدر تشير إلى مصرع خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين خلال هذه المعارك فيما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا الإنقلابية في وادي فضحة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها لم يتسنى بعد معرفة إحصائية دقيقة حول هذه الخسائر تقترب قوات الجيش الوطني من إحكام السيطرة الكاملة على مديرية الملاجم خصوصا بعد أن تمكن الجيش من منع الميليشيا من تحقيق هدف التسلل المفاجئ للسيطرة على مواقع في جبل البياض ويقع نحو 80% من المرتفعات الاستراتيجيه في الملاجم تحت سيطره الجيش، الامر الذي يمكنه من السيطره السهله على بقيه الاجزاء الواقعه تحت سيطره الميليشيا على نحو يتمكن معه الجيش من استكمال اهدافه العسكريه في محافظه البيضاء وفي جبهه اخرى بمحافظه البيضاء. دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيا إثر قيام هذه الأخيرة بمحاولة تسلل انتحارية باتجاه مخابئ القردع في قانية الوهبية تابعة لمديرية ردمان إلى الشرق من محافظة البيضاء مصدر عسكري أوضح أن عناصر من الجيش كانت بانتظار المتسللين عند أسفل وادي الطلحة حيث توارت هناك عن الأنظار قبل أن تباغت مسلحي الميليشيا المتسللين وتقتل العديد منهم ما دفع ببقية المسلحين إلى الفرار مخلفين وراءهم جثث قتلهم تخوض ميليشيا الحوثي في هذه المناطق الاستراتيجية من شرق البيضاء معارك وجود يبدو أنها تتجه إلى خسارتها قريبا في ظل إصرار الجيش والمقاومة على إنهاء الوجود الميليشياوي لمحافظة البيضاء